من ايام بامبا كاشر. عايز اقول لكم بامبا كاشر اللي ما يعرفش يعني. انت مبدئيا يا دينا، ايه اكتر حقبه انت بتحبيها في الميك اب او نفسك كنت تبقي فيها؟ سبعينات، الف مش مثلا؟ عارفه مش عارفه، كلهم حلوين على فكره، كلهم بس ليهم وقتهم. كلهم ليهم وقتهم. يعني زي ما بقول لك كده، ساعه الحواجب الرفيعه ورفعنا حواجب، بس تعال ابص على الصور دي دلوقتي تتجنن. طبعا. لما ابص على اللي قبلها والحواجب تخينه ومش عارفه ايه، برضو اتجنن. عارف يعني كل حاجه ليها وقتها. زي ما بيقول لك، احنا اولاد النهارده، صح، الموضه بتاعت النهارده، عايزين صورنا في تاريخنا كلها كانها تبقى بتاعت النهارده. تعالوا بقى نبدأ الموضة. يلا نبدأ الحكاية. المكياج من أيام بامبا كاشر اللي كانت رمز للجمال والأنوثة في عصرها. الصورة اللي انتوا شايفينها طبعا ممكن تبقوا يعني اسود على دي أنوثة، يعني ممكن مع تقولوا ايه، احترامي لبامبا كاشر لا طبعا، يعني إذا يعني ما كانش كرمز، وقتها بس يعني حواجبها سطر واحد ومقابلين بعض. بالظبط. دي كان ازاي بقى؟ دي بقى دي كانت في عصرها، هي بقى البنت الجميلة السكسي رمز الرهيبة، الأنوثة. معايير الجمال الإيراني وقتها كان هو ده بالظبط، واللي كانت فضلت مصر على الشكل ده لفترة طويلة جدا جدا. تخيل بقى لو جيت لكم بكره بقى، ها لا لا كده لا، مش هتقعدي معانا. موصله للامن، مش هقعد مع اي حد يعني، او من على الباب الامن مش هيدخل. نعمل الحواجب مقابله بعضها، نعملها بالاي اي. ايه رايك نبقى نعملها حلقه بالاي اي ونفضل ايه نغير تطور في شكلنا؟ لو بصينا على الملامح هنلاقي ان اكتر حاجه لافته للنظر هي الحواجب. يعني الحواجب دي كملت معانا حقبه لا باس بيها، يعني الحمد لله ان ما كنتش حتى مشروع طبعاً. انسان يعني ساعتها. كانت الحواجب كلها كانت ملتصقة في بعض، بس هي دي كانت من أبرز العلامات للجمال الإيراني في الوقت ده في العشرينات. دي تقريبا كانت، وفي حاجة تانية برضو، في صورة تانية هتطلع لنا دلوقتي، كانت بداية في العشرينات، كانت بداية اختراع الماسكارا. أوكي. وزي ما انتوا هنشوف دلوقتي ان هي كانت سمة أساسية لكل ست. عارف بقى اللي بيضحكني ايه؟ مع احترامي برضو للحقبة دي بامبا كاشر برضو، ولكن تطورت شوية بقى. يعني مش بس الحواجب اللي قابلت بعضها، لا الرموش، بص الرموش بقى طويلة جدا. البق كانوا بيرسموه كاريكاتير كده، عارفين اللي هو يعملوه، احنا دلوقتي بنكبر شفايفنا وبالكونتور بنحاول ايه، عارف انك ارسم لبره وبتاع كبر الشفايف. لا زمان كانت الموضة ان تبينوا الشفايف اصغر، وده بيعكس معايير الجمال وقتها. يقول لك ايه، شفايفها تبان. فاكر في الافلام أيوة الابيض أيوة واسود؟ أيوة أيوة اللقط يعني الجمله دي بتسترعى انتباهي لما بقعد اتفرج على افلام بتاعت زمان. يقول لك بقها شفايفها كستبان. ايه كستبان ده؟ اللي مش هي عارف، يعني حاجه صغيره نقطة جدا، كده. نقطه نقطه. عايز اقول لكم ان دي في وقت العشرينات ابتدت الناس تكلمنا في التليفون عايزين يتكلموا معانا في الموضوع ده. مين معانا على التليفون؟ حد معانا؟ مين؟ استر يا رب. طيب خلاص هنأجل التليفونات شويه. ماشي. يا جماعه ابعتوا لنا، طيب على السوشيال ميديا ابعتوا لنا على فيسبوك، اللي عنده ردود يقول لنا على السوشيال ميديا على طول. مين بقى اللي اخترع الماسكارا؟ قولي مين اللي اخترع الماسكارا؟ اللي اخترعت الماسكارا عايزه اقول لكم هي صاحبه اكبر ميك اب. انا خايفه اقول يطلع اعلان. لا قولي قولي قولي. ميبيلين. برافو عليك. دي واحده، صح، واحده ست. ميبيلين هي اللي اخترعت. صح كده برضو. طيب يا جماعه اعمل ايه اذا كان هي الست اللي اخترعت الماسكارا؟ ميبيلين، فمش اعلان بقى اهو، انا قلته وخلاص. لا مش اعلان، ميبيلين هي اللي اخترعت الماسكارا. وعايزين اقول لكم ان الست دي طبعا دلوقتي اهي، يعني هي ظاهره قدامنا في دلوقتي برودكت رينج كبيره جدا 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 من الحاجات اللي عملتها، وهي اللي اخترعت الحاجات دي كلها. ولولاها ما كانتش في ناس كتيره جدا هتفضل تطور ده. كان السبب من البدايه خالص خالص ان هي حصل لها، تخيلوا حصل ايه، حصل مرض وقع حواجبها ورموشها، فقررت تعمل ماده، الماده دي تعوض شكل الرموش، ودي اول ماسكاره في التاريخ عرفنا بعد كده انه حصل منتج اتشهر بيها، انتشرت وبقى عندها براند مابلين لكل المنتجات المكياج، واللي هي موجوده لحد دلوقتي. سبحان الله ان هي قررت ان هي تعمل حاجه عشان حواجبها بتقع، سوري علشان رموشها بتقع ما بقتش موجوده، بقت علامه يتعمل منها او بقى منتج يتعمل منه ملايين 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 بليونز اوف البراندات ليها علاقة بالموضوع ده.
طيب طبعا انتوا الصوره اللي فاتت وريتكم الثلاثينات ان كان يعني كانت بدايه الحواجب الرفيعه بقى، خلصنا من حواجب بامبا كاشر اللي هي مقابلين بعض وابتدينا نتحرر منها. نخش على الاربعينات ابتدى يظهر يعني مظهر المراه الجاده، وابتدى المكياج يبقى اقل شويه، شايفين يعني بقى رقيق شويه. الوقت ده كانت الثقافه نقدر نقول عليها الثقافة الفرنسية والإنجليزية بدأت تنتشر في المجتمعات العربية عندنا، فبقى الجمال زي يوروب شوية، بقى يوروبيان ستايل، يوروبيان شوية. الأربعينات زي ما بقول لكم كده الستات كانوا بيتأثروا شوية بالمظهر أو بالمكياج المسرح، لكن بدأت السينما بقى وقتها، واعتقد بسبب السينما وقتها او عصر الانتقال من عصر المسرح لعصر السينما الستات بدأوا يتأثروا شوية بالمكياج المسرحي، ولما دخلنا عصر السينما ابتدت الستات تشوف مكياج اهدى بتكنيك افضل، فبقوا يمشوا ورا الموضة ويهدوا الميك اب بتاعهم شوية. الخمسينات حاجة تانية خالص بقى، الخمسينات بقى تحسوا الخمسينات والستينيات اختلفت الناس. وما أدراك ما الخمسينات والستينيات. يا لهوي، كان بشكل كبير جدا. كانت البداية كانوا بيهتموا بمكياج العين اللي هو الأيلاينر، مسحوب بقى سحبة كده بنت لذينة. لا ثانية واحدة، بصي لي. بس أنتِ مش صاحبة جامدة قوي. عارفة صاحبة صفية العمري لا كان أكتر منها بقى كمان كات آي. يس الكات آي كان وقت بقى مارلين مونرو والكلام ده، والشفايف بقت بتترسم علشان تكبرها مش تصغرها على عكس العشرينات. واعتقد انه يرجع السبب ده ان كانت نجمات كبيره جدا، نجمات الاغراء زي مارلين مونرو كانت هي بتحط زي كيم كارداشيان دلوقتي تقريبا، هي بتعد معيار من معايير الجمال في ذلك الوقت، فالناس كلها كانت بتحاول تقلدها، تسحب العين، تكبر الشفايف وهكذا.